صخر لكم ومرحبا بكم في فيديو جديده سو ماشين سناء بيوتي. كنتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفه هي بمثابه وجبه للافطار. ممكن تاخدوها في الافطار كيف يمكن لكم تاخدوها في اي وقت نتوما حبيتوا، ولكن انا شخصيا كنستعملها كوجبه للافطار. المكون الرئيسي والاساسي ديالها هو الشوفان، غني بالكربوهيدرات وغني كذلك بالبروتين، ولا قلنا بروتين كنقولوا طاقه طيله النهار. دونك هذه وجبه صحيه كصلح الكبار والصغار. غادي نبداو على بركه الله التحضير ديال الوصفه، وبلا ما نطول عليكم غادي نشوفوا المكونات وطريقه التحضير ديالها. اذا غادي نبداو على بركه الله تحضير الوصفه، انا غادي نبدا نحضرها وفي نفس الوقت غادي نقول لكم المكونات. اول حاجه غادي نحتاج يوغورت، بعض الخلطات كنستعمل يوغورت طبيعي يعني خالي من السكر والمنكهات، اولا كنستعمل هذا ديال القمح كيعجبني بزاف. دونك غادي ناخذ واحد المعلقه، حاجه غادي نوضع اليوغورت كيف قلت لكم. من بعد غادي نوضع الشوفان. بالنسبه للشوفان انا هنايا كنحمصو، اما تنحمرو في المقله ولا هكا في الفران. من بعد كنقطع التفاح، بالنسبه للتفاح انا كنقطعو مقشوره. ومن بعد غادي نضيف البنان. غادي نضيف كذلك شويه ديال المشمش. بالنسبه للمشمش البنات انا لقيت عندي هنايا غير وحده، هي اللي بقات عندي في الثلاجه اللي درتها اديت بيها. غادي نضيف الفوق واحد شويه ديال الكاوكاو.
وبهكذا غادي نكونوا حضرنا هذه الوصفة هذه اللي غنية جدا ومفيدة جدا وصحية جدا للجسم ديالنا. خصكم تعرفوا بأنه الشوفان غني بالكربوهيدرات وغني بالبروتين، وإلا قلنا البروتين غادي نقوله الطاقة طيلة النهار، دونك هذا كيعطينا واحد الإحساس بالشبع. وهكذا غتكون سالات الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى الوصفة اللي حضرت لكم تكون نالت الإعجاب ديالكم، كنتمنى كذلك أنكم تجربوها وتخلوا لي الرأي ديالكم في خانة التعليقات. كنظن إلا جربتوا الشوفان بهذه الطريقة هذه ما غاديش تستغناو عليه مرة أخرى. دونك بالنسبة للناس الزوار اللي كيكتشفوا القناة ديالي أول مرة وبغيتوا تكونوا من العائلة ديالنا، كنقول لكم مرحبا بكم سو ماشين. ما عليكم إلا تهبطوا لتحت غادي تلقاو واحد الزر أحمر مكتوبة فيه سبسكرايب سابوني أو الاشتراك، متنساوش كذلك أنكم تفعلوا الجرس وتضغطوا على زر الإعجاب إلى عجبكم الفيديو بطبيعة الحال. حتى نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد. كنقول لكم تهلاو في ريوسكم، كنبغيكم بزاف، السلام عليكم.